بالنسبة إلى الاعتماد على النفس وعلى مدى علاقتها مع الأنانية، الاعتماد على النفس هو أن يتخذ الطفل القرار الصائب وأن يتحمل مسؤولية ذلك القرار، بينما الأنانية فإن الطفل أو الإنسان الذي نعلمه أو ندربه على الاعتماد على الذات هو بطبعه سيهتم فقط بعالمه الداخلي، وستكون منفعته فقط لنفسه، لن ينفع غيره، عندها تركيزه سيكون ذاتي بالدرجة الأولى. هنا بين الاعتماد على النفس والأنانية مفهومان لا يتلاقيان. نعم. لذلك الاعتماد على النفس في أصله يعتمد على 4 نقاط أساسية. أولا الكفاءة، أن يكون كفؤا أو قادرا، لديه خبرات كثيرة يستطيع أن يستخدمها في مكانها وفي مواقفها الصحيحة. نعم. الثانية أو النقطة الثانية هي التفكير الناقد. عندما أنا أعطي فكرة لطفل مراهق يستطيع أن يناقشني بما لديه من خبرات سابقة. إذا استطاع أن يناقشني ذلك أن لديه خبرات مرت عليه فيما قبل، وهذا يؤدي إلى زيادة الحوار والوصول في الأخير إلى نتائج. لذلك من الأجدر إلى الأم أن تجعل ابنها كثير الخبرات، وأن تجعل المحيط كثير المثيرات، تخليه دائما يحب يكتشف يحب يعرف. تجدين أن الطفل الكثير السفر والطفل الذي يقوم بالتعرف على المحيط يكون أكثر خبرة حتى مع أصدقائه، يتحدث كثيرا، يحكي على خبراته كثيرا، وبذلك هو يعبر عن بعض أفكاره بإيجاد الحلول الموجودة في الموقف الذي يعيشه، ويستطيع أن يجد الحلول لنفسه. يوجد مهارة حل المشكل، وهي القدرة على حل أي موقف يعتبره الطفل مشكلا. مثلا حدث مؤخرا في مركز تجاري أن الأم كانت تمسك بيد ابنها. وهذه نتحدث عن مرحلة عمرية، لأننا الآن نتكلم عن المراهقة، عن عمر 9 سنوات. الطفل ليس من العادة أن يخرج، عندما كانت تمسكه من يده وكان هناك فوضى كبيرة في هذه الفترة، ترك يد أمه وضاع. الطفل بقي في مكانه وجلس يبكي ويصرخ، من كثرة الصدمة لم يتمكن من إعطاء معلومات عنه، ولم يتمكن حتى من منح تواصل يعني مع الناس لكي يستطيع أن يعرفوا لمن هذا الطفل، ما اسمه، بعض المعلومات التي تساعد الشرطة أحياناً ولا لزهجون اللي يخدمون ثم في المركز على إيجاد بعض المعلومات عن الطفل.